طب معلش استهاني من دون مؤاخذة، يعني هو الدفعة الأولانية دي بناء عن ايه؟ يعني شنيه بالظبط؟ عربون محبة للي جاي بينا واللي هقولك بعدين قريب. أهم حاجة بس مقابلاتنا دي محدش يعرف حاجة عنها. يعني زي ما انت شايف مني الوش الحلو اللي قدامك دلوقتي، هتشوف مني وش تاني مش هيعجبك. طب برضك يعني من دون مؤاخذة، يعني هو مين سعادتك وعاوزاني اعمل لك ايه؟ تصدق بتضايق قوي من الاسئله الرخمه دي، ما بحبهاش. بس لو خدت دول هتفرق معاك انا مين وعايزه منك ايه؟ لا خالص ولا تفرق معايا. تصدقي وتؤمني بالله ام ذات نفسها ما تفرقش معايا. الفلوس يعني اهم بند في الدنيا دي. اللي معاه فلوس يساوي، واللي ما معهوش بقى ما يلزموش. كنت متوقعه ردك وعجبني. خدامك استهانم وخدام لقمه العيش الحلوه اللي بتجيني من الناس الحلوه اللي زي سعادتك كده. هو